ده ختامنا النهاردة. خليني أبدأ مع حضراتكم بفكركم كمان إن احنا كل يوم معانا حواديت الفراعنة. ضيفنا النهاردة جلالة الملك أوناس في حواديت الفراعنة. أبدأ مع حضراتكم على طول ونشوف معاكم أخبارنا. الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحمد بن زايد: العلاقات بين مصر والإمارات بتمثل نموذج مثالي للتعاون. الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل في مطار القاهرة الدولي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واللي بيقوم بزيارة مصر لمدة يومين برفقة عدد من كبار المسؤولين. طبعا هناخد تفاصيل أكتر وأبعاد أكتر لهذه الزيارة الكريمة والطيبة. معانا من الإمارات الكاتب الإماراتي حسن المرزوقي. أستاذ حسن صباح الخير. صباح الخير أستاذ قصار، أرحب فيك وأرحب أستاذ المشاهدين. صباح الفل على حضرتك، وخليني أخد من حضرتك قراءتك لهذه الزيارة الطيبة. بالتأكيد يعني نحن عندما نتحدث عن العلاقات الإماراتية المصرية نتحدث عن علاقة جديدة أو علاقة ناشئة، نحن نتحدث عن علاقة استمرت الآن إلى ما يقارب 50 عاما من قبل التزام الاتحاد الإمارات الحديث في عهد مخطور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي يكفل الحب والتقدير لمصر الغالية وشعبها الكريم. هذه العلاقة استمرت أيضا في عهد صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان رئيس الدوله حفظه الله، ورأينا تطبيقها على ارض الواقع من خلال الزيارات المتكرره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. نحن نتحدث من تحديد من يوليو 2014 الى الان هناك 10 زيارات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الى مصر، وهناك ايضا 17 زياره متبادله بين الطرفين. فالعلاقة المصرية الإماراتية اليوم ربما ينظر لها البعض كأنها نموذج لما يجب أن تكون عليها العلاقات العربية العربية. لك أن تتخيلي أن العلاقات العربية العربية تكون جميعها بمستوى العلاقات الإماراتية المصرية. بالتأكيد هذا ما نطمح إليه وتطمح إليه الشعوب العربية في كل مكان. في توقعاتك أستاذ حسن أبرز الملفات اللي هتكون على طاولة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومحمد بن زايد ولي عهد الإمارات؟ يعني هناك بلا شك العديد من الملفات، سواء الملفات التي تخص علاقة البلدين أو العلاقات العربية أو حتى الدولية، ولكن يعني مع فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بالولاية الثانية هناك ايضا عمل جديد بعث للشعب المصري استمرار العمليه التنمويه والاقتصاديه التي تذكر بها مصر وشهدت تطورا كبيرا خلال الاربع اعوام الماضيه، والجميع شهد على ارض الواقع تلك المشاريع التنمويه ومشاريع البنيه التحتيه. طبعا هناك تاكيد على استمرار الدعم الاماراتي للعمليه التنمويه في مصر والاستقرار وامن مصر، وايضا هناك الدعم وتشهد المناقشات موضوع بلا شك موضوع الارهاب الذي اصبح الان يؤرق جميع دول العالم، كذلك الملف الاقتصادي وملف تنميه العلاقات الثقافيه والاجتماعيه بين الشعبين. هناك ايضا دعم لمواقف مصر في العديد من الملفات العربيه والدوليه. هناك ايضا سيكون بلا شك بخصوص ما ستشهده القمه العربيه التي تستضيفها المملكه العربيه السعوديه. بلا شك ايضا سيكون هناك على طاوله النقاش موضوع مكافحه ايضا التطرف او الخطاب الاعلامي الذي لابد ان يصل بشكل واضح ومباشر للشباب العربي لكي يهزم التطرف، و ما نشاهده من خطاب الكراهية الذي للأسف تحاول بعض الجماعات ووسائل الإعلام التي تتبع دول بعينها أن تنشر هذا المفهوم بين الشباب العربي. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ حسن المرزوقي الكاتب الإماراتي، شكرا جزيلا لك. ورؤية إماراتية لزيارة ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. والحقيقة الشيخ محمد بن زايد طبعا كما يبدو جليا بتربطه علاقة صداقة وطيدة بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وظهر ده في مناسبات مختلفة ومحبة متبادلة بينهم على المستوى الشخصي. لكن كمان الإمارات العربية هي من الدول الأقرب
قلب المصريين والمواطن الإماراتي أيضا. لما تلاقوا بقى حضراتكم مثلا أي زيارة إماراتية إلى مصر أو أي زيارة مصرية إلى الإمارات، تلاقوا حضرتك هاشتاج إماراتي بيطلق مثلا مرحبا مثلا بالرئيس السيسي في الإمارات، مرحبا بفلان في الإمارات، أو تلاقي مثلا زيارة من عندهم لعندنا فتلاقي الهاشتاج طالع مثلا محمد بن زايد في وطنه الثاني مصر. يعني هم عندهم محبة مودة تلقائية جميلة جدا تجاه الشعب المصري، وكذلك الشعب المصري بيقدر وبيحترم جدا الشعب الإماراتي وبيحبه على المستوى الإنساني.